حبيت تقول حاجة قبل ما حبيت نقول وناخذ الرأي الفني زادة تاع وسام هو دربني بالأمور الفنية أنه الترجي 30 دقيقة الأولى ولا 35 دقيقة الأولى حتى كيشد الكورة سلام ما لاحظناش فما خطر الترجي ما يوجعش معناتها وحسينا كأنه الأهلي الاستراتيجية نتاعه أنه هو يستنى الترجي يخليه واضح انه موسيماني كان قاري الترجي يعرف انه الترجي حتى في تبادل الكره كان تبادل الكره التالي بالعرض كان نجم يسجل زاد وليد الترجي كان سجل تكون مقابله اخرى وين الاوكازيون للنات ما فماش فما دو سيتوياسيون يمكن نتاع بالغيث يمكن الكره اللي اما ما حسيناش انه الترجي يوجع اسلام انه الترجي قادر باش يسجل معناتها وبعد الورقه الحمراء وضربه الجزاء ما عادش نجموا نحكيوا على مقابله في النيفو هذايا في النيفو الكبير هذايا ضد الاهلي ب 10 ضد 11 في الظروف هذيك ما عادش نجم تحكي على مقابله ما تشوفش فريق في قيمه الترجي ما لازمش تهزه شفنا برشا جمعيات تلعب ناقصه وما تلعبش بالكيفيه هذيك في النيفو هذايا في الشامبيونز ليج في نصف نهائي تلعب كامل وان شاء الله تلعب ب 11 ضد 11 انت ماشي وبديت المقابله مليح ما انت جات ضربك اللي قسمت ظهر الترجي فهمت حتى بسيكولوجي ما نعرفش التغيير اللي عامله معين في الميكرو وديده ما نعرفش التغيير اللي عامله معين ويسام انه يخرج البدري كان ينجم يقوم ربما بتغيير انت انت خاسر بعد شويه على التغييرات نحب نعرف رؤيتك وسام المقابله انا سير دو ماتش بصراحه شفت الاهلي عرف كيفاش يلعب بصراحه كيفاش يلعب يستنى الترجي يستنى فيه التالي ورزين ليكيب رزين ومعناها التالي وتعرف تدور في الكوره وتعرف انت كيف نقولوا الاهلي ما اكثر ايكيب تتري في الشامبيونز ليج عرف كيفاش يلعب حتى في مصر قاعد يستنى في الترجي يشوف الرياكسيون تاع الترجي بصراحه ايكيب نشوفوا عنده في برشا ملعبيه معناها ايكيب تاع التكنيك ايكيب تعرف كيفاش تدور كوره ايكيب كيف تعرف كيفاش ريكسه الترجي كما قلت انت يا وليد ماهوش قاعد يدخل اللاكس نتاع نتاع الاهلي ولا قاعد يخلق في ديزوكازيونات معناها قاعد يدور كوره صحيح اللي يمكن 30 مينوت الاولانيين 30 مينوت سيرتو في مصر ماهوش قاعد يبروفوكي في الديفونس يبروفوكي في الجارديان يدور في الكوره وهذاك الشيء يحب الاهلي يدور كوره بالعرض بالرمضان نقاس ترجع الشتي قاعده تدور الكوره كيك لكن باش تدخل بروفوندور وتدخل توجع الديفونس ولا الجارديان معناها ما شفناهاش برشا ممكن شفنا الشوطة بتاع بالغيث اللي مش وسيرتو عندهم جارديان معناها من غير ما يحكيوا عليه جارديان كبير برشا ترجي سير دو ماتش بصراحه ما هيش ترجي فيزيكمون زاد ما شفناهاش اللي حاضره بدنيا ترجي بصراحه سيرتو في الماتش اللي ماتش الروتور بعد البيلانتي ما عادش نجم تحكي على ماتش لا نجم نحكي على ماتش انا خاسر نعمل رياكسيون انا خرجت نعمل رياكسيون انا ما نعدلش ما نقبلش ثلاثه وشوفنا قداش من كان ينجم يكون الريخ بالرابع شوف كي تشوف قيمه الفنك نتاع الاهلي مش حكيت سهل مش حكيت سهل نلعب مش نلعب افيك كيليبر يا وليد نلعب افيك سليمان اجاي شوف قيمه البنك تاع الاهلي شوف الترجي دونك معناها شوف الترجي نلعب الاهلي معناها ليفربول مش حكيت نعرف فنيا قيمه اللاعبين حكيت عليها انت قيمه اللاعبين وقيمه البنك ونقولها بصراحه حتى تكتيكيا موسيماني تفوق على موسيماني هذا حبيت نحكي لك هذاك حبيت نحكي لك لكن تشوف الاهلي 30 مينوت الاولانيين ماهي شكل الاهلي باش تقول باش تعطي معناها باش تربح حتى الاهلي نحطها كي نتفرج انا على الماتش نقول لا الاهلي باش تربح ما نحطهاش هكاك اي بورتون 30 مينوت الاولانيين الاهلي عرفت كيفاش تلعب كيما قلت تكتيكيا هي خلته يلعب هكاك لكن حبيت نقول لك انا من شو ناخذ دومي فينال نخسر ثلاثه وكانت نجم تكون اكثر النتيجه هذيك علاش قلت لك انا يلعب افيك كيليبر خرجش انا بالرمضان علاش خرج فيه معناها به والبدر علاش خرج فيه يمكن مش اللي نجم عطونا نحكيو على التغييرات وسام خلينا نقول لك حبيت سامحني يا سلام سامحني سيمونجي حبيت يلعب افيك كيليبر وينجمش يمركي اما ما تقبلش اهداف اكثر من هكاك هو الهدف نتاع دقيقه 33 قبل الميتون حتى الديسكور نتاع معين الشعباني 0-0 مش نفس الديسكور وانت خسران 0 في مصر خليت اللي وحاجه اخرى لي زانغريديون الموجودين ما كانوش عندهم باش ينجموا يعملوا الاضافه كسواء بدري ولا الهوني ونعرفوا المشاكل اللي قاعده موجوده في الفريق حاجه اخرى اللي شيء معناها كنت انا حبذت زاد حتى حمدي النقاز فيك الماتش عليه ما كانش في فريمون ما لقاش الثغرات
مرات كنت بديت ندخل اسمه سامح الدربالي ومن بعد ندخل حمدي النجاز، لان كي تشوف انت الشيء اللي صاير معناها في المباراه هذه، انا نقول اللي مش الاهلي كان في مستوى عالي، الترجي ما كانش في المستوى تو سامبلومون، ما فماش رياكسيون بالكل حتى ولو واحد صفر، وحاجه اخرى ما فماش روح بالكل. انا باش نقولها للجمهور الترجي التونسي واللي مشاو مع الترجي التونسي، نحب نسالهم سؤال، اسكو كوليبالي عمل دوش بعد المباراه اي ولا لا؟ لانك تشوف كوليبالي يتمشى في المباراه من الدقيقه الاولى الى الدقيقه الاخرى، شنو هو الاشكال، نقطه استفهام ونقطه الضعف الكبيره اللي هي جات من كوليبالي اللي عودنا قبل مع فرانكوم يلعب بوكو بلوس دو بروفوندور. شنو علاقه الدوش؟ ما عرفتش انا ما نظنش كان ملاعبي في يلعب في الترجي وياخذ في راتب شهري نتاع زوز فرق في معناها سنويا نتاع بيدجي نتاع زوز فرق في البريمير ديفيزيون. جو مي بوز دي كيستيون، من وراء الانتدابات الترجي للتونس؟ سامحني سي مجد نعقم على كلامك، ممكن كوليبالي اعطاه الترجي راهو ما نكروش، اما مش تحكي عليهم الانتدابات تو نحكي عليهم حتى بعد، كوليبالي اعطاه، اما جاء الوقت الكوليبالي لازم يبدل الاجواء ولازم يغادر من الترجي للتونس. فهم لعبات بيبداو ساتوري معناها كيما حتى نفس السيتويشن تاع الخنيسي ما عادش عندهم ما يزيد. صحيت. المصريين تحبوا تحكيوا على التغييرات تقريبا الكل حكيتوا في كلامكم على التغييرات، خلينا نبدا معك انت وليد. شنو رايك في التغييرات وكيفاش تتعامل معين الشعباني مع المقابل؟ والله انا ديما نقول لك سلام، ما نحبش فنيا، راني مانيش فني. ربما كنت نتصور حكيت الملجي على كل شيء. فقط على التوجه نتاع معين الشعباني كي نشوفوا في اخر مقابله يدخل توغاي مكان الهوني على ما اعتقد دخل بوغ ايفيتي لو باش مش خمسه ولا يلعب معناها خمم في الكاس معناها في اللاكس 3 5 2 3 5 1 بلوتو معناتها خاطر الترجي 10 عبى لاكس، فهمتني كيفاش، خاطر تخلى جاي ولا يلعب في البروفوندور ولا وليد سليمان وراه يقول لك بوريفيتي لو بير بوريفيتي 4 5 معناتها بيبعد على سكور كبير. قام بالتغيير هذاك، التغيير اللي ما فهمتوش برشا زاد عبد الباسط بلاص محمد علي بن رمضان، معناتها انا حتى ليكيليبر اللي حكى عليه سورتو بن رمضان ما كانش سيء، ما كانش سيء. عارف سامحني وليد، انت عارف عبد الباسط مش باش يضيف لك حتى شيء، انا نقول جيت غارانتي يلعب بزوز معناتها حب القدام توقي اي المفروض مش بن رمضان يخرج، المفروض بن غيث ولا كوليبالي. انا كنت التغيير الاولاني حتى خروج البدري يخرج كوليبالي يوخر محمد علي بن رمضان يولي ويزيد يعاونوا بالغيث شوي، فوالا سورتو بدنيا بن رمضان معروف ينجم معناتها يلعب في بوكس نجم يقدم يدخل بروفوندور فري معناتها وصغير في عمره، فهمت. انا ديما نقول المدرب يعرف فريقه اكثر من الناس، نحترم الاراء نتاعو لكن بتبيع اراء قابله للنقد. في الجهه المقابله وسام، موسمين التغييرات وتقريبا انا سالته حتى بعد المقابله على النقطه هذه، رغم اللي رابح السيد ثلاثه بلاش وباقي يعمل في تغييرات هجوميه قليل وين نشوفوها حتى في العالم، معناها تقريبا المهاجمين اللي عندهم الكل على البنك دخلوا ما دخلهم الشحات وليد سليمان هذوما معناها توجه هو راهو بعد البيلانتي اسلام تبدلت كل شيء، راهو باش نبدا واضحين. انت كيما ثم اون اسبي بسيكولوجيك واخذ عليه موسيماني واخذ على معين اوتوماتيك مش يبدل ويعطي فرصه للاجاي عنده برشا ملعبش يقول لك نشوفه في الماتش هذا، فما تململ من الاجاي ومش عجبته الوضعيه كيفاش مش قادر على نجوم قاعدين شحات كهرباء على البنك بواليار جابوا بخمسه مليارات على البنك الملاعب هذاك الاكثر مش غادر للفريق، لكن كما قلت انت اوفونسيف انا رابح وعندي ايكيب تكنيك ايكيب دور كوره ايكيب تعرف تكور معناها رزان. علاش انا قلت لك سير دو ماتش عرف كيفاش يلعب موسيماني ويستنى الترجي، ايكيب رزينه معناها حتى في اللعب نتاعها معناها فهمت، نشوفوا ايكيب ما تزربش وفما ملاعبيه رزان معناها رزان معناها مش في الجري ولا في حاجه، رزان في الباس يعطيك كان باس صحيحه وفما كونسيرفاسيون دلا بار كي تدور الكوره راه تنجم تقلق الادفيرسير نتاعك برشا، خاطر وين الادفيرسير يبدا يجري ورا الكوره يتعب اكثر من اللي هو قاعد يكور بالكوره. دونك با كيما قلت انت تغييرات موسيماني الاوفونسيف حب ممكن وهو كي بدلهم التغييرات ديجا شحات مركا الهدف الثالث وشفنا الشحات عنده مع الترجي كان في العين الاماراتي من اللي كان في العين الاماراتي وشاف اللي هو معناها مش نجم يسجل اهداف اخرين وشاف اللي نجم يسجل اهداف اخرين
وشاف اللي الهجوم تاع الترجي التونسي ما نجمش يقلق الدفاع نتاعو. لا بصراحه شفنا في الماتش اللي دفاعين خر الوقت اللي شاف سامح الدربالي داخل وشاف علي معلول معناها باش يتصير له دخل مدافع ومعاه علي معلول وعلي معلول خروج النجاز ديجا اللي هي كانت الهدف نتاعو 1 تو 1 كيما علي معلول النجاز وهذا اللي شفناه خلات اللي اذا كان وحب نحب ولا نكره مهم يقول لك نعطي نتيجه عريضه باش نخليها في التاريخ المدرب نتاع هذا اللي خلى اللي القراءه نتاعو كانت جيده يقول لك انا ندخل ملاعبيه اوفنسيف نعرف اللي اوفنسيفمون الترجي التونسي ما يوجعش. باهي سمعي معي في الاخبار وبعد مواصلين نحكيو على مقابله الاهلي والترجي.